تحتاج ما عندكش باش تسلك. انا جاني 300 وراح نسلكها مليون. رجالتكم مكله. اهلا وسهلا بكم في برنامج آية وموعظة. فلذلك يجب على الفرد أن يستغل وقته في قراءة القرآن. أهلا بكم مشاهدين الكرام متابعي قناة الهضاب في موسم جديد من حصتكم جاوب واربح مع الهضاب. مشاهدين الكرام مرحبا بكم في العدد الأول من برنامجنا الرمضاني صحتك تهمنا. الصغار مراعم الهضاب، هذا البرنامج التربوي الطفولي بامتياز. صحة رمضانكم مشاهدينا الكرام، اليوم رانا في برنامج زعمة تقدر لها.